خارجية شكل لك فرصة ولا تهديد؟ فرصة صح ولا لا؟ طيب ركز في هذه النقطة المهمة، البيئة الخارجية العامة هذه العوامل تؤثر على كل المنظمات دون استثناء، بمعنى المنظمات ما تقدرش تخلص منها، إما تكيف معها أو تستسلم وتأثر عليها. على عكس البيئة الداخلية منظمة ممكن تغير، ممكن تزيد، ممكن تأثر على منظمة وما تأثرش على أخرى. لا، هذه الخارجية العامة تؤثر على كل المنظمات دون استثناء. القطاع الخاص والعام كبيرة، متوسطة، صغيرة، صناعية، تجارية، خدمية، زراعية، الكل ما يقدرش يجي منها الا اذا تكيف معها وحاول يتخذ من المعالجات ما يجعله يتعالج معها. لكن كونت البيئة الداخلية ما يمثل عندك نقطة قوة، قد يمثل عند الآخر نقطة ضعف. ما يمثل عندك نقطة ضعف الموارد اللي أخذناها قلنا سواء في هذه الموارد، هذه الموارد الداخلية أو هذه المطالب، واضح؟ قد تمثل عندك نقطة ضعف غير قد تمثل عندك نقطة قوة. أنت قد يكون عندك مشاكل في الجوانب المادية، غير يكون عنده معدات تجهيزات وآلات حديد، عنده مباني، واضح، عنده سيارات، عنده ما إلى ذلك. واحد آخر يكون أنت عندك مثلا عندك مواد بشرية مش مؤهلة ولا كفوة، غير يكون عندك مواد بشرية كفوة ومؤهلة. إذا أنت عندك نقطة ضعف وعندك نقطة قوة. إلا هذه العناصر تؤثر على الكل دون استثناء، لما يحصل ركود اقتصادي يضرب الكل. صح ولا لا؟ وهذا حصل ما حصلش البلاد هذا ما حصل البلاد. واضح؟ ولذلك بالدخ مثلا كيف اصل مثلا عنصر منها بحيث يشكل لي مثلا اما فرصه او تهديد؟ لما اقول مثلا ارتفاع مستوى دخل المواطن داخل البلد هذا يشكل لي فرصه او تهديد؟ فرصة. لكن لما اقول انخفاض القوه الشرائيه لدى الزبون ما مش فيها لا مش ضعف ركزي تهديد انا مش فيها لا 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 تهديد يعني معناه الزبون ما مش سيوله ما بدخل. اذا انا كشركه ما اقدرش اتوسع بعمل جديده، انا كشركه او كمنظمه او كمنتج ما اقدرش ارفع اسعار، ما اقدرش افعل منتجات ذات جوده عاليه، الناس تدخلهم ما مش قادره، الناس في هذه المرحله يدور يحاول على البقاء، يدور يعيش، اذا يحتاج منتجات من نوع معين، وهذا لانه حصل عن دخلنا بشكل عام. واضح؟ مثلا مثلا لما تروح مثلا تشتري كيلو طعام، احيانا يقول لك هذه 1005، احيانا يقول لك هذه 800، احيانا ليش الفرق بينهم؟ مش معناه هذا باطل، هذا حجم كبير وهذا حجم صغير. انت بدنا تقول لي طماطم، انا اشتري طماطم اصفر ما لها علاقه، بشيل هذا اللي رخيصها مش هي مش مضروبه، صح ولا لا؟ بنقيطها طقطق ومن اللي يبغى اشيلها، صح ولا لا؟ لكن لو كان في دخل عالي بقول له عاد احسن من هذا المسؤول ولا لا؟ كذا اذا الدخل يؤثر يشكل نقطه تهديد للمنظمات اذا كان منخفض ويشكل نقطه كلما كان وضع المواطن يشجع على انه تنتج سلع ذات جوده عاليه، تنتج سلع جديده، تنتج سلع متطوره، تنتج تشكيله متنوعه من السلع والخدمات وما الى ذلك، صح ولا لا؟ طيب كذلك الحال، تعالوا شوفوا اسعار الصرف الان. انخفاض سعر العمله المحليه مقابل الدولار تهديد ولا قوه؟ تهديد. الان كثير من اعمال التوسع على مستوى الجامعات عندنا مثلا، احيانا ما تقدرش تحتفظ بخزين. يا جماعه اوردوا خلوا اي حاجه للمخزن بحيث لما نطلبها تكون موجوده. يقول لك انا اشتري اليوم بسعر بكره هي بسعر. اليوم اشتريها بسعر مرتفع بكره تفكر في انخفاض. اليوم اشتريها بسعر منخفض بكره تفكر في سعر مرتفع. ما فيش تقلب السعر الصرف هذا وعدم ثبات سعر الصرف شكلت هذه المنظمه. تقول له خلاص تعال مثلا يعني الان جاي معك مثلا ما فيش جاي معك فكره تفتح لك فروع مثلا في محافظه اخرى ولا مثلا على مستوى المدينه في التروى وغير وغيره. سعر الصرف غير مستقر. واضح ما يشجعك على انك تشتري مواد خام ولا تتوسع في اعمال البناء والى اخره. اذا تقلبها سعر الصرف تمثل تهديد بل تمثل عائق لدخول منافسين جدد. واحد يشوف في ينافس لما يشوف يقول لك لا انا ما اجازف وخاصه عاد انا جديد. ادخل مثلا اشتريتها بسعر مرتفع بكره بكره منخفضه الى الخساره فعلها وحصلت تهديد الجمله شيء تحت الاحتياط منها. دخل السوق واشتري مثلا بسعر مرتفع. يوم الثاني قال وصلت الوديعه نزل سعر الصرف بعد ما جاب خساره تروح البيت، هذا السوق. اذا ما اقدرش حتى سعر الصرف وتقلبات سعر الصرف يمثل عائق ايضا امام دخول منتجات جديده او مشاريع جديده للسوق، امام دخول مشاريع جديده. كذلك الحال لما يكون عندك النافذه المحليه للبلد مرتفع تشكل نقطه قوه يعني فرصه. لكن لما يكون ما فيش نافذه محليه لا صدرنا ولا خلونا نصدر ثرواتنا ولا جاب ولا نقال نكبر نكبر يسمع اذا شكل تهديد. وهذا الان حاصل اما تباع لصحيح الجانب السياسي كثير من التغييرات الان حاصله
يلا شوف نوريا باقي معنا فرن غير باقي هذه نغيرها واحنا يلا مضطر لناش مع بدايه على مستوى كانت عسكرية على مستوى محافظين على مستوى وزراء على مستوى عبد رب وطلعوا كله وانا اقول يلا هل مش انت خارج الطريق ولا خارج ولا طريق واضح ولا لا؟ يعني مش في هذا تدخل ايضا ضمن الوعي السياسي مش ضمن عدم استقرار النظام السياسي واضح هذا شكل عندي ذهني الان ما فيش نظام سياسي المسكر الخارجي بيجي عندك بيقول لك دور لكم على راس ما رجع الى ما استقروا على رئيس هذا ما بيجي اذا شكل تحدي من وين وضع ولا من وين وضع هذا هو طيب اذا في الجانب السياسي اللي هو الاستقرار النظام الحرب بلد فيها حرب مستثمر خارجي على بيجي يستثمر لا مستثمر داخلي على فكره يتوسع في مشاريع اخرى حتى يعني بدها هاي ولا اخوان ثابت ولا غيره غير خاصة اخوان ثابت اليوم احنا اذا كل مره حصلوا نجفه كل مره حصلوا هذا يقول لك يلا حرام على سي يلا قال انا اجي المخاطر انا قالوا ذهب المخاطر اخذ نقرا الان المخاطر جامعه العلوم نقرا مصطلح الان لا عدم اذا انت تحكي عدم استقرار النظام السياسي وجود حرب داخل البلد قلت لك ماذا؟ حاله القانونيه ينظر القانونيه الآن كمستثمر داخلي ولا مستثمر خارجي يفكر يجي يستثمر عندك ولا الداخلي يفكر يجي يروح يستثمر ها أهم فقرة هي القانونية كلها مهمة خليها نقول بنسب معينة خلي القانون بنسب 20% السياسي بنسب 15% هذه كلها من النهاية لا بد تصف في إطار من النهاية عندك المصفات 100% كلها مهمة في الجانب القانوني مثلا وجود القوانين تشجع على الاستثمار هذا عنصر هذا عنصر خاص هذا الايام مهم في الجنب القانوني مو نقول يا شوف اللي التفعيل في قوانين فعالة صح عندك منظومه القوانين حول الاستثمار تشجع هل طبق؟ نعم على مستوى عين على مستوى المحافظه احيانا بطاقي يشكل لك ازعاج يدير راسك ويدير راس السلطه المحليه مع اداره الان مع الكل اللي مطلع احد شبه اراضي ولا بيوت ولا كذا كذا بيجي راسك يعني مسترح اسمه يقول لك يقولوا احنا خايفين عندك يعني اشياء الدراسة أشياء هذه مشكلة في طريقة الجنود المحاكم كلهم برضه عندنا مواقفات مش مقبول شغلة صح ولا لا كم قصة أبوابها مغلقة يعني حتى الآن مشكلة هذه حتى الآن إذا أنت لما تشوف تطبيق القوانين والقضاء وأنا ما أشوف فعال إيش ممكن تفعل؟ يعني بدي يلا إما رجعت زي عصابة طولت لك ثلاث دولارات من أرضاتك أفتح على أساس تحافظ على أرضاتك واضح ولا سلم رأس مالك لهؤلاء والله أنت أصبحت يعني نقال عرضوا الابتزاز وأسلكونا قابلنا الثورة ها؟ اليوم الثاني قابلوا الثورة اللي تبعنا هذا اللي عندنا وإحنا يعني نقول دولة الحمد لله نقول دولة لكن نقول في جنب شوف هنا هنا الآن تأمين القطاع الخاص ما في كشف سريع عامل جدول اليوم هذا مستشفى كذا بكرة جامعة العلوم اللي بعد المستشفى الأمين عندنا في بعد المزوغ اليومي دو مشرف دخل فوق الصندوق وانتم اللي اشتغلوا او معكم ولا مسموح خرجوا من الدرجه ودوا من الدرجه خلاص يا رب خير ولا الجيد وانتهى الامر خلاص بعد بعدك يا دكتور انا ارى انه الفتره هذه انا اعطيها شخصيا 60% ايوه ليش؟ لانه ثباته تعطي ثبات المنظومه بكامله السياسيه الاقتصاديه كله مكمل مع بعض ما تقدرش تطبق قانون في انك استقرار سياسي ليش حصل ضعف في تطبيق القانون؟ ما فيش نظام ما فيش نظام حاله حرب يطبق كلهم يكملوا بعض ما تقدرش تقول هذا اهم في اهميه انا اقول لك اهميه نسبيه خلي 31% وواحد 25 41 31 كذا اما ان نقول له هذه الركيزه الرئيسيه لا وانت مثلا عندك تطبيق القانون كذا كذا ما تقدرش اصلا مش منطقي انك تطبق قانون ما فيش دوله يعني ما فيش نظام صح ولا ما تقدرش ايوه هات كلمه اخرى مو ينفع قانون عندك نظام سياسي خلينا خلاص عندك قانون وعندك دوله عندك بس عندك رشود اقتصادي ما تدفع زي الصومال ما ايش بتسوي؟ مستثمر يقول لك انا اجي اسوي عندك تم لك ايش؟ ما في عندك موارد ولا عندك امكانات والى اخره بعض ولا المستثمر المحلي يقول لك الله بحدود معينه ممكن ابقى داخل السوق بعد الاجتماعيه العادات والتقاليد والاعراف الموجوده داخل المجتمع يعني مثلا لو كنت شركه كما قلنا تبي تحاول تستثمر داخل البلد لكنها تنطلق في عملها بما يخالف العادات والتقاليد احد يقبلها؟ لا يعني
لو يجي مثلا مستثمر يقول لك مثلا بستثمر عندكم مثلا انا لن اوظف الا فئه الرجال، ما حد بيوقع لك، ما حد بيوقع لان اصبحت المراه شريكه العمل، صح ولا لا؟ واضح؟ وهكذا اذا العادات والتقاليد اصبحت الان تلعب دور. الفتره الاخيره دكتور حصلت حمله على المنظمات خاصه منظمات كذا انا مشاركه المنتديات النساء وانهم خارج للعادات والتقاليد وانهم يشاركون النساء في التدريبات ايش رايكم يا زميلكم اللي عملوها هذا الضجه اللي حصلت الان منطلقه من منطلق واقعي الامر امراه سياسيه قد يكون في بعض المنظمات فيها اختلالات في واقع لكن ليست كل المنظمات يقول لك الان تعيش معادي معتمد على المنظمه طيرهم نلقى الان ربع صفر واضح ولا لا؟ ويسقموا لك حاله حالتين في منظمه معينه فيها مخالفه معينه تشوفوا المنظمه بالله عليك يرجع هو وهو مني لا يعجبك عنه ما يفهم الوالدين طلعنا روح شغال ومنظمات وهو لا يجوز وفتيات انا ولا من جاء الحنيه هذه وانت تقتل اطفال ونساء في الشارع من جاء كذا ما حسابك وهمية موجهة لا أقول لك أنا أشياء يحاولون يحولوا الفرص إلى تهديدات هذه نقطة أكبر كلمة في الكثير من العمش أحمد